بالنسبه لهاد العلامات الشوير باش يكون واحد الاصلاح لهاد العلامات، لان نحنا الناس اللي كنستعملوا الطريق بزاف حنا كطاكسيات، ودابا حنا ولينا دايرين لي رادار فيكس ولاو كيقيدوا لنا المخالفات، ودابا ها هما العلامات ما خدامينش. دابا كيما كتشاهد الاخ راه كاع العلامات كاين الصفر الاخضر الاحمر كلشي شاعل، ما عرفناش نمشيو ولا نوقفوا ولا انا بعد اليوم ضليت واقف. انا مشيت لعند العلامات ديال السبيطار ما قديتش نمشي، خاسرين كاملين، بقيت واقف لانني يلاه عندي بروسي ديال 400 درهم ونزيد ثاني نزيد اش نبقى نقيد انا، واش انا خدام باش كندي واحد الطرف لوليداتي؟ وليت انا خدام على حساب هاد العلامات التشوير اللي هما ديما خاسرين وكيلومونا حنا وديما كنطيحوا في هاد المشاكل. دابا بحال دابا هاد المشكله هو عندنا هاد الشارع اللي هو كبير اللي كنستعملوه بزاف والعلامات كلهم خاسرين، وماشي نهار، دابا فوق سيمانه وبغينا اش من شركه تقط. احنا كنقولوا هاد البلديه خاصها تتحرك معنا، هيا كنشوفوا الاصلاح غادي بواحد البطء على الشوارع والعلامات التشوير ما كايناش. واش حنا جل المخالفات اللي شناهم دابا سببهم التشوير والكسيد والحوادث اللي كاين في مدينه جديده راه علامات التشوير هما؟ واش هما دابا هاد السلطه كتساهم في هاد الخراب ديال المدينه؟ وكنتمنوا من الله ومن هاد الاخوان، وكنشكرك جريده اشواقع على هاد المواكبه ديالك، ونتمنوا من السلطات تكون تسمع منا وتلبي النداء وتصلح لنا العلامات. وشكرا الاخوان. السلام عليكم ورحمة الله، تحية لجريدة أشواقع. خويا كنهضروا على هذا الشيء ديال الفيروجات، يعني راه ما خدامينش. دابا بحال دابا هو هذا شاعل عندك الأحمر والليموني والخضر الآخر كذلك، يعني هذا الشيء راه بزاف عيقوا علينا بزاف. هذا المجلس البلدي واش ناعس؟ راه دابا راه الولاية راه شدوها دابا جاية 7 شهور هاد الطريق، 3 سنين راه كنا درنا وقفة ديال الاتحاد النقابي والجمعوي في حدا سيرفيس ديميل، وما وعدونا باش غيصاوبوا ما صاوبوا والو. الفيروجات في الجديده راه ما كاينينش، بس قال لي المزوق من برا شو تكمل الداخل، يعني الجديده كانت واحد المدينه نقيه، وين دابا راه ما بقاش نقيه. واش جايب لي الرادار وما مصاوش لي حتى الضوا؟ كلهم خطر، ديما الكسيد، ديما الكسيد، جيب لي وما سبب في الكسيد؟ حيت دابا ها هو دابا هذا شاعل عنده الخضر، الاخر شاعل عنده اللوروج الاحمر، هانت كتسمعوا كاع الكلاكسونات الناس، يعني راه هادشي واش هاد الناس ما كيتساروش في البلاد؟ ما كاين اين لا ما كاينش. اذا المجلس البلدي راه ما كاينش. انا راه كنقولها ونعاود نقولها، رئيس المجلس البلدي من اللي شد الولايه من بدات الانتخابات ما شفتو مره واحده، ومحد الان ما شفتوش. السلام عليكم، معكم السائق المهني طاكسي صغيره بمدينه الجديده. كنعانيو مشكل كبير في الاشارات الضوئيه، شي مرات ما كيكونوش خدامين، او كنلقاو مشكل كبير انهم ما كنعرفوا لا ضو احمر لا ضو خضر، وكنخافوا من حوادث السير. كاين شكل خطر كبير اخويا على السائقين بزاف والراجلين، اكثريه الراجلين بحال الوليدات الصغار والعائلات اللي كيبغيو يقطعوا الشانطي بحال هكا، راه مشكل كبير اخويا في مدينه جديده ديال الفيروجات. كاين معقوله كيكون هاد حوادث السير بالفيروجات، كيكون شي مرات كيكون الضو طافي، كيكون الضوء طافي وما كتعرف شكون اللي حق اسبقيه عد من، كيكونوا مشاكل كثيره. وكنطالبوا من المجلس البلدي بانه يشوف لنا من الفيروجات وقادوا لنا الطريق اخويا، والطريق حتى هي راه بزاف اخويا، راه هلكاتنا، راه هلكات لنا ظهرنا والطوموبيلات، ساس لنا الطوموبيلات اخويا بزاف. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.